إذن متابعي الكرام، التواصل يستمر والتحديات تتواصل. شوطنا التاسع للإبكار ينطلق أمام حضراتكم بهذه الأعداد وبهذه الأسماء. صدارة هذا الشوط رهان لعلي بن عبد الله بن حمد بن حمود الدرعي، يقدم رهان في هذا المسار. بينما المركز الثاني هناك شعار بن نصيب يأتي هنا على المركز الثاني، غطت علينا رهان من خلال هذا المسار. بينما هناك المركز الثاني الدخول من منحاف لمحمد بن نصيب سهيل بن يطبع العامري يتواصل في هذه اللحظات. بينما ثالث الأسماء الدخول من شعار بن ثعلوب في هذه اللحظات مع عجايب عبد الله بن حمود بن ثعلوب الدرعي. بينما المركز الرابع التواصل في هذه اللحظات والقدوم من الهبيبه عمران بن حمد بن محمد العامري يتواصل في هذه اللحظات على رابع الاسماء. بينما المركز الخامس هناك القدوم من مصيح الخزع بن محمد بن صقوح العامري قادم في هذه اللحظات مقدما لنا شعاره مع مصيحه في هذا المسار على خامس الاسماء. بينما المركز السادس هنا ايضا صوغه يتقدم محمد بن حمد بن خزع بالهركي العامري على سادس الاسماء. بينما سابع الاسماء هناك التواصل من هملوله وسهيل بن سلب الجازول العامري. بينما هنا الوصول على تاسع الاسماء والقدوم في هذه اللحظات من الحذر المسلم بسهيل بدليله العامري. عاشر الاسماء ناخذ المركز العاشر الاتحاديه خالد بن هلال بن خيري الجنيبي. هذه النتيجه مشاهدينا الاعزاء ومتابعينا الكرام لهذه الاسماء ولهذه الانطلاقه. ايضا متابعينا الكرام واذاعتنا لهذه الاسماء عوده الى شعار بن ثعلوب، هناك يتقدم في هذه اللحظات مع الكيلو المتر الاخير يقدم لنا شعاره مع عجايب. بينما هنا التواصل من الاتحادية خالد بن هلال بن خيري الجنيبي هنا قادم في هذه اللحظات على ثاني الأسماء. بينما ثالث الأسماء المركز الثالث هنا رهان علي بن عبد الله بن حمد بن حمود الدرعي يتواصل في هذه اللحظات، يقدم لنا رهان في هذا المسار وهذا الاندفاع. بينما هناك التواصل القدوم في هذه اللحظة مشاهدينا الأعزاء يأتي هناك مع الحذر مسلم بسهيل بدليلة العامري، وهنا الحذر حذاري من الحذر، ولكن رهان مع شعار بن همول يقدم لنا هذه الانطلاقة مع رهان في هذا المسار وهذا الاندفاع. المركز الثاني الاتحادية خالد بن هلال بن خيري الجنيبي، عجايب هنا قادمة بن ثعلوب وبالدليلة قادم في هذه اللحظات مع الحذرة رباعية. هنا متابعي كرام هناك بن خيري وبن همول وبن ثعلوب وبالدليلة ثلاثية رباعية ما شاء الله تبارك الرحمن. خط النهاية اللحظات الأخيرة هناك أيضا بن خيري ولكن هنا الدخول الجماعي ما شاء الله.
شاء الله تبارك الرحمن ما بين شعار أيضا خالد بن هلال بن خيري الجنيبي وما بين أيضا ريحان علي بن عبد الله بن حمد بن حمود الدرعي. هنا متابعينا الكرام نترك مع لجنة الخط والتحكيم وهذه أيضا الانطلاقة الرائعة والجميلة بينما ثالث الأسماء المركز الثالث عجايب عبد الله بن حمود بن ثعلوب الدرعي. اذا التوقيت الزمني متابعينا الكرام 4 دقائق 42 ثانية 80 جزء من الثانية. تهانينا وناموس.